عليكم ومرحبا بكم معايا في القناة ديال الفاندي بيس. اليوم غادي نديرو وصفة ديال محبوبة الجماهير اللي هي التقلية، وغادي نوريكم جميع الأسرار باش تنجح لكم التقلية وتجيكم لذيذة. بقاو معايا غنوريكم كيفاش كيديروا لها المكنسيين. دابا غادي نبدأ بالشرمولة ديالي، الشرمولة اللي كاع كيعرفوها المغاربة ديالنا اللي كنستعملوا فيها القزبور ماشي المعدنوس. انا تنهضر على الشرموله المكناسيه، مكناس ما كنخلطوش الربيع، ما كنخلطوش القزبور مع المعدنوس، كنديروا الشرموله اللي هي مثلا التقليه او الدواره على حسب المنطقه كي كتقولوا ليها. القزبور كنديروه للحوت، التقليه كنديروه للزعلوك، ما كنخلطوش المعدنوس مع القزبور للتوضيح. اذا دابا غادي قطعت القزبور ديالي، غادي نديرو في المهراس بحال هكا. وكيف ما كتعرفوا العيد قرب، كاع المكناسيين تقريبا كيصاوبوا شرموله بكميه كبيره وكيبقاو يستعملوها، ماشي ضروري كل نهار يبقاو يدقوا الشرموله. دابا غادي نزيد الملحه فوق القزبور ديالي، غادي ندير تحميره او الشونيه، غندير شويه ديال الخرقوم، شويه ديال البزار السودانيه. التقليه كتبغي الحرور، لان لذلك حاولوا تكثروا السودانيه او الهريسه على حسب والكمون. ما غاديش نديروا سكينجبير، انا غلطت كنت غندير سكينجبير ولكن ما كنديروش سكينجبير. دابا درت خمسه ديال الريوس ديال الثومه، وغندق الشرموله ديالي. الشرموله ديالي هي وجدات، حاولوا تدقوها مزيان ما يبقاوش دوك العويدات نتاع القزبور. من بعد غادي نحتاج جوج مطيشات كبار وبصله مويانه، غادي نشد طنجرة الضغط او الكوكوت، غادي نقطع المطيشة ديالي في النص بالعرض، غادي نحتاج الحكاكة، غادي نحاول نحك مطيشة ديالي في هذوك الرويصات الصغيورين باش تجيني محكوكة مزيان، ما غاديش نحكها في هذوك الرويصات الكبار باش ما يجونيش طراف ديال مطيشة كبارين في التقلية. من الاحسن نحكوهم في هذوك الصغيورين. اذا هاد الوصفه هذه ديال التقليه كيف ما قلت لكم راه مكناسيه 100%. المكناسيين كيديروها بمطيشه بحال هكايا، ومراكشيين كيديروها كي قلت لكم بالمصير، كتجي حتى هي غزاله غزاله غزاله. دابا غادي نشد البصله ديالي، غادي نحكها، انا حاولت نحكها في هذوك الصغيورين ولكن جاتني معنفجه. غادي نحاول نحكها في هذوك الفوق، حيت ماشي مشكل البصله، مسك البصله راه كتذوب في الطياب، سورتو حنايا غادي نطيبو في طنجره الضغط ماشي في سميتو في الطاجين ولا. غادي نحك البصله ديالي مزيان، هكايا تحاولوا تحاولوا ما زعما ما تبليسوش اليد ديالكم، لان الحكاكه راها ماضيه بزاف. دابا غادي نشد التقليه ديالي او الدواره اللي سبق ليا غسلتها في الماء الطايب، يعني الماء الطايب خويته على ديك الكرشه، وهذا القشره ديالها راه كتحيد بوحديتها بوحديتها، وما كيبقاش فيها ديك الريحه اللي مجهده بزاف اللي راكم عارفين. ومن بعد غادي نزيد الكمون، غادي نزيد السودانيه او الهريسه، غادي نزيد شويه ديال البزار، انا درت غير شي شويه حيت عندي هاد البزار مجهد بزاف. غادي نزيد الخرقوم، التحميره او الشونيه، سك
الزنجبيل. بيان سور المقادير كيف ما قلت لكم راه على حساب الكميه ديال التقليه اللي عندكم. وبالنسبه للملحه غادي ندير غير شويه لان الشرموله ديالي راها ديجا مالحه، يعني كنحاولوا تردوا البال مع الملحه الا كنتو دايرين الملحه في الشرموله. غادي نهز زيت العود ديالي، غادي ندير هي جوج معلقات كبار ديال زيت العود لان الدواره فيها الشحمه وغادي تطلق لينا اليدان بزاف الا درنا الزيت بزاف، والشحمه داكشي كيتقل على القلب. دونك غنديروا غير شويه ديال زيت العود ماشي بزاف. دابا غادي نغطي الدواره ديالي بالماء وغادي نسد على الطنجره الضغط ديالي ونحاول نسدها مزيان وغادي نديرها طيب مره مره. غادي نهز الكوكوت ديالي وغادي نحاول نحركها شي شويه. غادي انا غادي يبان لكم واش باقي فيها الماء ولا ما باقيش فيها الماء. ايوا نتمنى هاد الوصفه هادي تنال الاعجاب ديالكم. اذا هاد الدواره ديالي وجدات، ما نعاودش لكم الريحه ديالها في الكوزينه كتعطي يا سلام. نتمنى ما تنساوش قناه فاندي بيس باللايك واشتراك وتبارطاجيوها كاع مع الحباب ديالكم، ونشوفكم في وصفه جديده على قناه فاندي بيس. تهلاو ليا في ريوسكم.